انا فرحان وانا قاعد اشكل مسابيح وقاعد امثل ديرتي الكويت بشكل مسابيح وقاعد اطلع افكار جديده. عرفت شلون؟ مثل ما تشوف المسابيح يعني كل شكه استمتع فيها وانا قاعد اشكها، والشكه هذه يبي لها صبر. حلمي اني ودي الشغله هاي ما تندثر، ابيها الكويتيين، حتى في كويتيين يشكون بس ما قاعد يعلمون الناس، وهذا مخلينها هوايه لهم يعني ما خلوها حرفه، بس انا اي واحد يجيني اعلمه يعني وبدون اي مقابل. هو يوسف القلاف الحرفي في شكل مسابيح والتي عشقها منذ ان كان مراهقا، فحول حلمه حقيقه واحترفها مخافه ان تندثر. ابتديت الشك هذا من يوم عمري 14 سنه، وكنت قبل ايام قبل كنت صغير عمري 14 سنه، كنت اروح يا والدي سوق السلاح بالكويت وسوق البشوت، كنت كانوا يشكون شكل المسابيح وكنت اتعلم منهم يعني، وكنت ماخذها هوايه. بعدين لما حرفنت الشكه وقمت اطورها يعني، ومثل ما تشوفون الشك يعني قمت الشكه على شكل الفانوس، على شكل الدله، على شكل المرش. هي مسابيح متنوعه ومختلفه، ولكنها كنز لا يفنى بالنسبه لهذا العاشق الذي تفنن في الشك، مبرهنا ان الكويتي يعمل بيده. الكويتي يشتغل ليش ما يشتغل، وبالعكس وقاعد يعطي اكثر واكثر يعني بشغله، وقاعد ينتج يعني وينتج افكار وواجد شغلات حلوه قاعد يشتغل. وبين الامس واليوم وعلى الرغم من تنوع استعمالات المسابيح، إلا أن التجار كانوا يحملون الأغلى ثمناً مقارنة بالأشخاص ذي المكانة الاجتماعية المتوسطة. قبل كان المسابيح حق التجار الكبار اللي عندهم مثل الكهرب، لأن الكهرب قيمته حجر وقيمته حلوة يعني، ومثل اللولو، مثل المرجان، مثل اليسر، هذه أشياء غالية يعني، عشان هذا كان قبل يقدرون يحملونها. المقتدر اللي يقدر يشتريها يكون عنده، وفي بعض الناس المقتدرة يعني على السندلوس الضعيف أو الخشب، أو قام يصنعونها قبل صناعة التمر، أو صناعة التمر يحطونه بالخيط ويقضونه سواء مثل مصباح أو طعام. ولكن هل للمسابيح قدرة علاجية؟ المصباح مثل الكهرب، المصباح هذا حق يعالجون فيه بصفار، اليهال الصغار قبل كان فيهم بصفار، ها يعلقون هذا الكهرب البولندي بركبتهم، ها لمدة 3 أيام 4 على ما يخف عليهم بالبصفار. هو الكهرب هذا يسحب المرض اللي فيهم اللي بالبصفار، طبعا ما يحطون على الخامة، لا يحطون على الجلدة بتاعتهم، عشان من كذي يعني يسحب منهم. وغير طبعا العقيق يماني هذا حق اللي في تكسر بالدم، والدم يعني وحق القلب مثل ما تشوفين يعني، هذا هو العقيق، عقيق اليماني طبعا، عقيق درجة أولى، هذا حق الدم، حق اللي فيه تكسر بالدم أو بالدم، ها يحطه يحرك مثل الدم اللي داخله يعني، حق القلب زين يعني بعد. وبغض النظر عن فوائد استعمالها سواء في التسبيح أو للراحة النفسية، فإنها تعتبر من العادات الأصيلة الكويتية يتمسك بها الصغير قبل الكبير. ابتسام رمال، الراي.